أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على قناة المشاهد. عنوان هذه الحلقة: أشهر كتاب بيعت منه خلال أسبوع 214 ألف نسخة. ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ ومن يكون من تكون مؤلفته؟ وعلى ماذا يتحدث؟ اسم الكتاب يعني كريستينا، للكاتبة كريستينا فرنانديز دي كوشنر، والكتاب يعني باللغة الإسبانية، ترجمة للغة العربية بإخلاص أو بصدق أو باللغة الإسبانية سانسيرامينتي. الكتاب صدر في 9 ماي 2019، وطبع من الكتاب 3 طبعات متتالية، كل طبعة تحتوي على 20 ألف نسخة. أكرر، 20 ألف نسخة، يعني المجموع هو 60 ألف نسخة قبل بداية عرض الكتاب وتداوله. ماذا وقع؟ أن الكتاب نفذ من المكتبات بالكامل، مما اضطر دار النشر إلى إعادة طباعة 60 ألف نسخة، ثم مرة رابعة، مرة خامسة 90 ألف نسخة. وخلال 7 أيام حطم هذا الكتاب الرقم القياسي بكل المعايير، حيث طبع منه 214 ألف نسخة. ويمكنكم أن تتصوروا معي يعني هذا الرقم الكبير، 214 ألف نسخة، في مجتمع يحبذ القراءة وهي مذهبه الأول والأخير. إذا كان هذا هو الكتاب يعني كريستينا، من تكون مؤلفته؟ مؤلفته هي كريستينا فرنانديز دي كوشنر، وهي سياسية محنكة من الأرجنتين، وهي محامية، وجب التذكير بهذا الأمر، من مواليد 1953. كريستينا من طبيعة الحال هي رئيسة الأرجنتين لولايتين متتابعتين، تقلدت العديد من المناصب الحكومية، وتتسم شخصيتها بالقوة، وهي رئيسة، ويعني وكذلك أن لها شخصية كاريزماتية ولها العديد من المواقف. من طبيعة الحال، على ماذا يحكي هذا الكتاب؟ الكتاب من طبيعة الحال ليس سيرة ذاتية محضة، ولا سرد كرونولوجي للإنجازات الشخصية والحياتية أو السياسية للكاتبة، بل هو يمنح رؤية، وهذا ما نفتقده، هو الرؤية والنظرة لكشف الكثير من الحقائق وللتصورات، ولإعطاء، ويعني تشع من خلال الكتاب وفصوله فصول كثيرة من التاريخ المعاصر للأرجنتين، وما يحمل بها تاريخ الأرجنتين في بلد في أقصى الجنوب في أمريكا اللاتينية، مر من الكثير من التجارب قبل أن يستقر على طريق الديمقراطية. نعرف أن البلاد يعني كبيرة جدا، وتتسم بنسمة يعني تعداد سكاني كبير، وهي قبلة للكثيرين. ولكن السؤال الذي تطرحه الكاتبة هو أن كيف أثرت يعني شخصية الكاتبة أو على المنحى السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأرجنتين، وغيرته بشكل كبير من خلال سياساتها. تتحدث من طبيعة الحال الكاتبة عن فصول من معاناتها الشخصية، وتقول ليس كل الأمور سهلة وبسيطة يمكن الوصول إليها، ولكن هناك، وليست كل الطرق معبدة من طبيعة الحال، ولكن هناك طرق يعني مشروعة للنضال، وطرق يعني للجد والاجتهاد وللكفاءات. تتحدث عن دخولها عالم السياسة والمحاماة، وكيف كانت يعني الأشواك أمامها، وكيف لقيت العديد من الصعوبات، وكيف تغلبت على هذه الصعوبات، وكيف أقنعت حزبها لتدخل من البوابة الكبرى، بوابة الرئاسة.
وكما دخلت باب يعني بوابة الرئاسة ستغادرها بعد 12 عاما، ولكن خلال هذه السنوات أنها اتخذت قرارات مصيرية، قرارات صعبة ومصيرية في لحياة الكثير من الأرجنتينيين وفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأرجنتين رغم معارضة الكثيرين لها. تحدث الكاتبة عن تجربة تمتد لمدة 12 عاما ميزت أو طبعت حياة الكثير من الأرجنتينيين، وتقدم كريستينا يعني بالترجمة العربية بإخلاص أو بصدق وهما كلمتين متقاربتين رحلة حميمية عن ظروف حياتها وعن زواجها وعن طفولتها وعن معاناتها وكذلك عن ظروف البلاد وسنوات من أكثر وسنوات عن حكومتها، وهي من الحكومات التي خاضت جدلا كبيرا وقرارات هامة. ولكن ما المعنى أن نقدم هذا الكتاب؟ لا يهمنا هذا الكتاب إن قرأ 214 ألف وزعت منه أو أنه تم نشره على الأنترنت يعني بشكل تداولي كبير جدا. السؤال الذي يجب أن نطرحه، هل لنا في العالم العربي وفي دول المغرب العربي وفي هذا العالم العربي المتسع الأطراف حكام من طينة كريستينا بإخلاصها وصدقها وقراراتها المصيرية التي رفعت دفة الأرجنتين من الفقر والنسيان إلى دولة قوية قادرة على أن تتحكم في سيادتها وأن تجابها المنافسة؟ لكم أن تتصوروا قوة شخصية كريستينا والقرارات التي اتخذتها وأنها كتبت عنها بصدق، فهل يستطيع الحكام العرب والمسؤولين الذين يحكموننا في الوطن العربي أن يكتبوا عن تجاربهم وكيف كانت قراراتهم، ولماذا نعيش هذا الذل وهذا الفقر وهذا القمع في هذه البلدان؟ كل المودة وإلى لقاء آخر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.